ايه ده؟ زينة، انت ايه اللي جابك هنا؟ شنطة فيا. صباح الخير. اهلا، صباح النور. عندك تأخير نص ساعة. ابقى اشتري لك ساعة احطها. اشتري ساعة ليه؟ انا كل اللي محتاجه نص ساعة. لو تعرفي حد بيبيع نص ساعة ممكن اتفضل اقعد على المكتب. مكتب؟ لا، انا ممكن اقعد جنب المكتب، يعني انا بالنسبة لي هنا الطف. هو انت ليه على طول متضايقة كده؟ انا مش متضايقة خالص. امال التكشيرة اللي في وشك دي ايه؟ وحمة؟ تعالي يا زينة اقعدي هنا بدل ما تتعدي. تعالي. لا زينة هتلعب معايا. ما هي التكشيرة دي ما ينفعش بعديها ابدا تلعب معايا. ينفع تقتل معايا، تحرق معايا، تخنق معايا. الله، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ استني استني. الله، طب ما في سنان اهو. ده انا فاكرك ما بتضحكيش عشان طرمه ولا حاجه. ايوه كده، بدل ما انت قافله الشيش طول الوقت. وبعدين بقى؟ خلاص خلاص، انا اسف اسف ان انا اتسببت ان حضرتك ضحكتي. اتفضلي كملي تكشيكي. انا عايزه اشرب عصير. وانا نفسي اشرب شاي بلبن من غير لبن. وانا عايزه اشرب شاي بلبن من غير لبن. الله، كل حاجه تقلديني. اجي الشركه تيجي معايا. عايزه اشرب شاي بلبن تشربي شاي بلبن؟ طب انا هشرب عصير. وانا هشرب شاي بلبن من غير لبن. الله، بص بتقلدني ازاي برضو. ميمي، انت ايه اللي خلاك ترجع في كلامك؟ عيل. ايوه كده ايوه كده، افتح الشيش خلي الشمس تدخل. بس بتفتحوش قوي كده، ممكن حد من الجيران يبص علينا. وربيه شويه. ايه الالمتال اللي انت ركبتيه فجاه ده؟ مي، ابراهيم هيجيب لي قهوه على هنا، قولي له يرجع. مي، يا ريت بقى مع الشاي بلبن اي حاجه اسقي فيها، رغيف شاورما، شويه ريش. اصلا نزلت من غير ما تروق. روح معايا روح معايا عشان عايز افرفص مع نفسي شويه. روح معايا. مي مي حبيبي القاسي اللي يا مي مي الاناديل تيرارا وشارع غويت. الو، اه بابا، انت ايه قاعد على الزرار ولا ايه؟ عامل ايه؟ وحشني جدا على فكره. اه انت فين؟ ايه لسه قاعد بتصطاد سمك من ساعتها؟ اه روحت ورجعت. اضحك معاك يا عم. انا والله يا ابو ميمي انا مش تمام بصراحه، يعني مش عايز اخبي عليك. في اشتغلت كده رئيس مجلس اداره بشكل مبدئي يعني. والله عامل ايه؟ اديني صابر. كله على الله ابو ميمي. المهم انت بس خد بالك من نفسك. ها طيب. بقول لك ايه، ابقى سلم لي على السمكه الكبيره اللي تحت رجلك. انا ابن كلب. ماشي يا عم، اشتمه منك فيك على طول، بتلزق لك. انت بتشتمني انا؟ انت بتشتم نفسك. ماشي يا حبيبي، يلا سلام. مصيبة. سلام. مصيبة. ايه ايه ايه؟ شهاب بيلغى الصفقة. ليه؟ ما انا مش عارفة ليه، كل ما اصلحها من حتة بدوس من حتة تانية. انا خلاص زهقت وتعبت وقرفت، مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة. اهدي 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 اهدي، كل حاجة تتحل. اهدي، ده اول يوم ليا. مش معقول يبقى مش معقول كل ده على دماغي. انا كمان مش عارفة احلها ازاي. طب قول لي انا احلها ازاي؟ كل ده على دماغي. دي صفقة مهمة جدا جدا جدا. اهدي. الله، ايه ده؟ لازم اشخط كده، لازم. مفيش حاجة خالص تمشي في الشغل كده. انا بشخط. الله، ده ورق الصفقة؟ كلفتها ليه كده؟ جميل قوي، مش فاهم اي حاجة. طيب، ده محتاج قاعدة على رواقة وتفهميني كل حاجة واحدة واحدة.
انا كنت خايف جدا جدا لاكون سافرت يا شهاب بيه. لا لسه دعات سلامه. نورت الغردقه. الله يخليك ويسلمك. انا جايب لك معايا هديه متواضعه كده مش على قد الحال. هدي كله هديه متواضعه؟ ايه ده يا ميمي؟ دي جبنه جبنه صفيح الجبنه جبنة. ودي صفيحه فتوش. الله. وما نسيتش الزعتر، هو جاي في الطريق بس تلاقي في لجنه ولا حاجه وقفته. هدي ترويع العمر. اتفضل اتفضل. الله يخليك. طب اتروقت ولا بدك تروق؟ لا انا اتروقت، انا اتروقت وزي الفل، مالكش دعوه بيا. قديش انت مهضوم؟ مهضوم؟ ده حضرتك اللي فوار. بس انا عاتب عليك. ليه حبيبي؟ عشان لغيت العمليه. فاروق بيه مريض وفي غيبوبه وما بعرف امتى بيفيق. يا شهاب بيه، انا فاروق بيه قال لي يا ميمي انا داخل في غيبوبه واحتمال اتاخر شويه، لو اتاخرت ابقى تمم العمليه مع شهاب بيه. الشغل يا ميمي ما في عواطف، وضع شركتكم غير مستقر، ده غير ان شروط الشحن والتسليم بدكم تغيروها. مين قال الكلام ده؟ هذا حسام. حسام؟ حسام قال كده؟ ايوه قال. طب ما انت عارف يا شهاب بيه ان انا المسؤول عن كل كبيره وصغيره. ما بدي تزعل مني، انت ما عندك خبره مثل فاروق بيه. طيب ممكن تقوم تعمل لنا سندوتشين فتوش كده، ها؟ مروقين كده، وتيجي تقعد جنبي وانا حسبت لك ان انا فاهم. بدك تروق؟ لا لا خلاص مشي عصير، انت مصر ليه؟ مبروك يا شاكر بيه، شهاب لغى العمليه وكله بقى تمام. خلاص وعمولتك هتاخدها اول ما العمليه ترسي عليا. لا دي بتاعتك انت بقى، انا كده عملت اللي عليا خلاص. طب اشرب انت قهوتك وكده بقى مظبوط قوي. ايوه انت فين؟ انا قاعد في كابينه ازاز كده، انا في الغردقه. بتعمل ايه عندك؟ انا رحت لشهاب علوان. ايوه رحت له، وبقول لك ايه، انا رجعت الصفقه تاني. شهاب وافق؟ ايوه ده طلع عيني طلع عيني على الموافق. هو صحيح ضاعف الشرط الجزائي بس هنعمل ايه، ده حسام بيه هو اللي لغاها. هبقى احكي لك بس بعدين مش دلوقتي. المهم انت دلوقتي بكره لازم تيجي ضروري جدا، هاتي العقود وهاتي حسين المحامي وتعالي، ها؟ وما تنسيش تودي زينه عند الحاجه ام مي عند امك. وبقول لك ايه، عدي على الفيلا هاتي لي هدوم لحسن، انا بهدوم من امبارح. وعايز غيارات في الدرج اللي تحت، هاتي لي غيارات بيضه بلاش الملونين لحسن الدنيا حاره قوي. وقفلي المحابس والكهرباء، نزلي سكينه الكهرباء، وفي شويه صحون كده بغسليهم في الحوض. يلا انا مستنيك بكره على طول. سلام باي. الشياكه دي؟ دي حاجات بسيطة. ايه ده؟ انت لسه ما لبستيش؟ اصلا انا كنت ايه بس اصبت ايه؟ يلا يلا خش جهز بسرعة، الناس زمان تحت مستنين من بدري. طب اسبقني انت وانا مش هتأخر. طب يلا. راح فين يا سحس؟ لا مؤاخذة الحمام. يا حمام ايه دلوقتي مش وقته. بقولك ايه ارجوك ما تسيبنيش. ليه؟ جايز حد من الجماعه دول ولا حاجه يسال اي سؤال، انا ما اعرفش ارد. اطمن مش هقوم من جنبك. لا مش تقوم من جنبي ايه، ده انا عايزك لازق فيا لازق فيا كده، ما تسيبنيش لحظه ولا لحظه، ولا فنوه ولا هفوه ولا فسوه. حاضر مش هسيبك ولا فسوه. سيبوك. يا صحس انت قاعد ليه؟ ما تقوم بقى، ما الفسوه خلصت قوم. متشكر يا استاذ ميمي، متشكر قوي متشكر قوي. ده مكان حسين على فكره. بتهزر؟ طب ليه بقى؟ ليه ايه؟ ليه ما لبستيش الفستان الحلو ده من الاول؟ يعني انت كنت عارف ان انا جاهزه من الاول؟ اتنشن بليز. ايه شغل الانابيب ده؟ هيقول كلمه وانت المفروض تعمل زيه. اتنشن بليز. اعمل زيه ليه؟ احنا مش خلاص ماضينا العقد؟ لزومه ايه بقى الحاجات دي؟ لو سمحتم بدي اعمل توست، بدي هني نفسي وهنيكو بمناسبة توقيع العقد. Besides that، ده قال كل اللي أنا كنت هقوله. أقول أنا إيه دلوقتي؟ قول أي حاجة. لا لا أنا هقول حاجة ولا حاجتين. بقول لك إيه، أنا شفت الحاجات دي، أنا راجل متواضع. وبعدين أنا أساسا بطني بتوجعني. طب امسك دي، امسك. إيه ده مسكن؟ دي هتضيع منك التوتر كل ما ضغطت عليها كده. هتضغط عليها كده يطلع لي منها عفريت يعني؟ يا
ستي انا مش متوتر، انا مش متوتر. بعدين حتى لو متوتر دي اللي حتى امسكي بقى الشهاده امسكي. ما تكبرش، انا عارفه انك متوتر. يا ستي انا مش متوتر، انت هتوتريني ليه؟ ما اهو حاضر اهو. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا مش قادر، يا هديت قوي. ايه ده هيغمى عليا؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا شيخه؟ ده اللي يشوفك في مصر ما يشوفكيش في شرم الغردقه. لو سمحت. ايوه عايزه اسمع. حضرتك عايز تسمعي ليه؟ ده كلام بيني وبينها. صوت شهاب بيه. انا اسف معلش. اتفضلي. عاجبك كده؟ اسمعي يا شهاب بيه اتفضل. ثانك يو. ايه ايه؟ قول كلمتك. كلمتي؟ ايه اللي انا ماشي بيه ده؟ اهبل انا ماشي بكره سفره؟ لا. انا عايز اعمل توست. في الحقيقه انا كنت عايز اقول، او هو مش انا اللي عايز اقول، هو انا قريت في كتاب اسمه قوه عقلك الباطن، كلمه قالها الفنان الكبير سيجموند فرويد. قال افعل ما تخاف. وانا في الحقيقه في الاول كنت خايف اكون مكان فاروق بيه، مع اني كان نفسي ابقى زيه بس مش مكان. المهم انا كان نفسي جدا يكون بينا دلوقتي، فياريت نقرا له الفاتحه كلنا. ياريت ندعي عليه بالشفاء، ياريت ندعي له بالشفاء وربنا يقومه بالسلامه. بسايد اند ثانك يو. خبطتي يا مي؟ خبطتي؟ اجي اخبط لك؟ في واحد ما خبطش هناك. خبطت حسين؟ خبطت زينا؟ خبطوا يا جماعه. خبطتش انت على فكره، شكلك مكسور. خبطتيش ليه؟ انت بتعكيش كوبايه؟ كوبايه انا يا جماعه حسين ما خبطتش. انا حاجه اخبط لك. اسمح لي بقى ناخد ايه صوره بالمناسبه السعيده دي. ها غدت الشيك اللي انت خدته يكون عندي. انا ماليش دعوه. ايوه الصراحه بقى دي مسؤوليتك انت، اتاخرت لغايه ما زفت ميمي ده سبقك. احسن لك الشيك يكون عندي. انت ما تعرفش الوش التاني شكله ايه. طيب شاب بيه احنا هنستأذن. وين رايح؟ بعد بكير. بس احنا عندنا طياره كمان 6 ايام فلازم ننام بدري. اوكي ماي. باي. اوكي 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 شاب بيه اوكي حبيبي. يلا ماي يلا ماي. اوكي اوكي. ايه حكايتك يا ميمي؟ اقعد بقى مع ضيوفك. انما شهاب ده بيبوسك عادي كده؟ فيها ايه يا ميمي؟ ده راجل قد ابويا. ايوه ما هو قد ابويا انا كمان، ومع ذلك ما خلتوش يبوسني. لو تاخدي بالك كل ما اقرب اقول له لا 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 لا. فيها ايه يا ميمي؟ مالك؟ لا انا مفيش حاجه، انا تمام، انا زي الفل. انا بس كنت خايف عليك يكون الراجل عنده مرض ولا حاجه يعديكي في وشك. ما تقلقش عليا انا كويسه. ايوه بس برضه ما كانش يصح يبوسك وانا واقف كده. ليه بقى ان شاء الله؟ انت بتشتغلي عندي وانا بصراحه ما بحبش حد يبوس حد بتاع اسمه حد بيشتغل عندي. بقول لك ايه يا ميمي، انا تعبانه وعايزه انام. تصبح على خير. ايه تصبح على خير؟ احنا العصر. واضح انها ابتدت تغير عليا، والا ما كانتش دخلت تنام العصر. يا يا يا